أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنت إن شئت يا رب العالمين وإنت إن شئت يا رب العالمين تجعله الصعب سهلا. بإذن الله رب العالمين سوف نحل ونرى درس البعد بين نقطتين. البعد بين نقطتين، إذا كان لدي نقطتين مثل سين واحد وصاد واحد، هذه نقطة في محاور الإحداثيات. إحداثيات يعني أنت لما بتيجي تعين أي نقطة لازم يكون عندك بعدين، لازم يكون عندك بعدين، بعد سينات وبعد صادات. طبعا سينات في موجب، سين موجب وسين سالبة، وصاد موجب وصاد سالب. طبعا ديت ده الربع الاول، ده الربع الاول، وده الربع الثاني، ده الربع الثالث، ده الربع الرابع. الاول الثاني الثالث الرابع، دي الاربعه، الاربعه اللي عندي. الاول بيبقى عندي السينات موجبة والصادات موجبة، والثاني بيبقى عندي السينات سالبة والصادات موجبة، الثالث بيبقى الاثنين بالسالب، السينات سالبة والصادات سالبة، الرابع السينات موجبة والصادات سالبة. بقى أنا عندي ربعين فيهم السينات موجبة، اللي هو الأول والرابع دول، واثنين فيهم الصادات موجبة، الثاني والثالث. الباقي بقى الاتنين التانيين، واحد سالب واحد موجب. المهم لما يكون عندي نقطتين ألف وليكن سين واحد صاد واحد وباء اللي هي، أو باء دي ودي ألف اللي هي سين اتنين وصاد اتنين، أيا كانت الأسماء نعتبر دي ألف ودي باء، يبقى دي ألف اللي هي تلاتة وأربعة اللي هي سين اتنين وصاد اتنين، وديت باء اللي هي برضو ستة واتنين. في النقط ألف وباء هذه بتعمل ايه؟ علشان تجيب البعد بينهما بتقول الجذر التربيعي ستة ناقص تلاتة، يعني الفرق بين السينات. أيا إن كان انت هتبدأ بدي الأول، ممكن تبدأ دي بديتي الأول، ممكن يبقى ممكن تقول تلاتة ناقص ستة تربيع، وأربعة زائد أربعة ناقص اتنين تربيع، أو ستة ناقص تلاتة تربيع واتنين ناقص أربعة تربيع. فرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع، أو ممكن العكس، فرق الصادات تربيع زائد فرق السينات تربيع. براحتك تشتغل أي بأي أسلوب هيبقى الناتج صح. يعني أنت ممكن تقول فرق الصادات تربيع زائد فرق السينات تربيع، انا ابدا بالمربع ده هنا والمربع ده هنا، الناتج هيديني واحد، هيديني جذر 13، يعني 6 ناقص 3 ب 3 في 3 ب 9، 2 ناقص 4 بناقص 4 2 في ناقص 2 ب 4، يبقى 9 زائد 4 بتساوي جذر 13. يبقى انا عندي البعد بين النقطتين فرق السينات زائد فرق الصادات، ده اسمه مستوى الاحداثيات. ننتقل بعد ذلك بقى لحل التمرين، دي كل ما في الموضوع. هنشوف بقى في المسائل بتاعتنا فيه عندنا ايه، في المسائل كل معلومة هنتعرض لها هنعرضها ونشوفها في وقت. ننتقل لأول سؤال على البعد بين نقطتين، تمارين ثلاثة كتاب الوزارة، أسئلة كتاب الوزارة اللي هي بيبقى عليها العلامة دي، لكن ده كل دي كتاب المعاصر. في السؤال الأول بيقول أوجد طول ألف باء في كل من الحالات الآتية. طبعا أنا عندنا ست حالات، هناخد حالة واحدة، هحلها حالة واحدة وأسيب لكم الباقي واجب، لأن هو بنفس الطريقة مفيش فرق، مفيش فيه اختلاف. مثلا هناخد الحالة رقم ثلاثة اللي هي ديت، ونقول هنعمل الجذر التربيعي
الحالة 3 مثلا هو بيقول النقطة ألف سالب 2 و7 وباء ب 3 وسالب 5، فاحنا هنعمل ايه بقى؟ هنبدأ نشتغل، هعمل الصادات الأول والسينات بعد كده، وهنحلها بطرق مختلفة عشان نشوف. هنبدأ بالصادات، يبقى صاد ناقص صاد، صاد ب7 ناقص الصاد التانية في ناقص بتاع القانون، لأننا بقول فرق الصادات دي ناقص دي، ناقص وناقص بموجب، يبقى موجب 5 تربيع زائد السينات سالب 2 سالب. أنا بدأت بالنقطة دي الأول، بس أهم حاجة دي أنا بدأت دي الأول، يبدأ أبدأ دي الأول، أبدأ بالصادات أبدأ بالسينات ما يأثرش معاه بشيء. طيب يبقى أنا السينات سالب 2 سالب 3، يبقى سالب 2 سالب 3 دي تربيع، ده هيساوي إيه؟ اللي هو مين؟ اسمها ألف باء، بتساوي جذر التربيعي لسبعة وخمسة 12، في 12 144، زائد سالب 2 وسالب 3 سالب 5 في 5 في سالب 5 ب25، بتساوي الجذر التربيعي ل169 بتساوي 13. طيب انا بدأت بالصادات وبدأت بالنقطة دي الاول، هنعكس بقى، هناخد النقطة دي الاول ونبدأ بالسينات ونشوف الكلام مظبوط ولا لا. هتبقى 3 ناقص، ادي 3 اهيت، ناقص في ناقص بزائد 2، اهي 3 دي، والناقص بتاع القانون اضربها في دي، لان نقول فرق السينات ب3 ناقص ناقص 2 بتدي موجب 2 الكل تربيع، زائد سالب، بدأنا بالسينات وبدأت بالنقطة دي الاول، يبقى اقول سالب 5 سالب 7 سالب 5 اهيت، والسالب بتاع القانون تتضرب فين؟ في 7 الكل تربيع، ده هيساوي ايه؟ هيساوي جذر تربيعي 3 و2 5 في 5 ب25، زائد سالب 5 وسالب 7 سالب 12 في سالب 12 ب144 بتساوي 105 169، 169 هتساوي برضو 13. يبقى اللي انا عايز اوصله لك، ما تتلخبطش وما تربكش نفسك، هتشتغل ازاي؟ تبدأ بالنقطة دي الاول ماشي، بس تبدأ بالاول فرق السينات وفرق الصادات، او فرق الصادات الاول فرق السينات الاول تربيع مش هيأثر، تبدأ بالنقطة دي الاول برضو مش هيأثر. خلاص النقطة تبدأ بها الاول في المركبة الاولى، ابدأ الاول هنا برضو في دي، تبقى التاني دي الأولى تبقى دي التانية، دي الأولى تبقى دي التانية، على راحتك. تبدأ بالسينات ممكن، تبدأ بالصادات ممكن، هيديك نفس البعد ونفس الناتج. تمام كده؟ يبقى كده خلصنا السؤال الأول، ننتقل للسؤال الثاني. السؤال الأول كل ده بنفس الكيفية ومفيش فيه صعوبة، وإن شاء الله هتحلوه. أهم حاجة أنت فهمت الفكرة من الموضوع، وما تقلقش إذا أنت بدأت بده الأول أو ده الأول. السؤال الثاني بقى بيقول ايه؟ اختار الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة. طبعا دي برضو كمان هيبقى بنفس الكيفية. هنا بيقول لي اكمل، نختار الإجابة، يعني بنشوفهم الباب بين نقطتين 3 وألف وسالب 1 وألف، هيبقى عندي الجذر التربيعي 3 سالب 1 بكام؟ ب2، مش كده؟ 2 تربيع ب4. طب ألف سالب ألف شفت بقى الخطأ اللي حصل؟ احنا قلنا 3 سالب 1، لا هي 3 سالب في سالب 1، واخد السالب فرق السينات، يبقى 3 سالب في سالب بموجب 1، يبقى 5 5 5 3 و1 4 في 4 ب16،
يبقى انا دي عندي 16. 3 سالب سالب بموجب، 1 و 3 4 في 4 ب 16. طيب أ ناقص أ، أ ناقص أ بصفر بزائد صفر بتساوي 16 جذرها 4، يبقى دي بتساوي 4 اللي هي د. طيب البعد بين النقطتين جذر 3 و 1 ونقطة الأصل، نقطة الأصل هي 0 و 0. تمام، يبقى أنا عندي الجذر التربيعي لمين؟ جذر 3 ناقص 0 بجذر 3، تربيع ب 3. أنت بتطرح الصفر من جذر 3، تديك جذر 3 زمايل كل تربيع اللي هي جذر 3 تربيع ب 3، 1 ناقص 0 بواحد يبقى زائد 1، يبقى ده جذر مين؟ 4. جذر 4 بكام؟ ب 2 اللي هي دي. إذا كان البعد بين النقطتين أ وصفر وصفر وواحد هو وحدة طول واحدة، يعني لما أجي أحسب الجذر ده اللي زي كده هيديني هنا واحد، واخد بالك؟ طيب يلا نحسب، عايزين نجيب قيمة أ، هنجيبها إزاي؟ نقول الواحد الجذر التربيعي كده أهو لأ ناقص صفر بأ زائد صفر ناقص واحد تربيع بواحد تربيع. طب دي احنا قلنا أ بس، المفروض نقول أ تربيع لأن الألف بنربعها، يبقى أ تربيع زائد واحد تربيع. طيب ده يعني ده بيساوي وحدة واحدة، هو بيقول وحدة واحدة يعني ده بيساوي واحد، نربع طرفين هينتج عندنا بقى أ تربيع زائد واحد بتساوي واحد تربيع بواحد. طيب إذا الأ تربيع بتساوي إيه؟ واحد ناقص واحد بصفر، يبقى الألف بيديني ايه؟ بيديني صفر، يبقى الألف هيديني مين؟ صفر اللي هي دي، يبقى الألف في المسألة ديت اللي فاتت دي بصفر. نشوف بقى بقية الأسئلة. طبعا الأسئلة دي كمان سهلة، أنا ممكن أسيب لكم بعضها واجب. طول نص قطر الدائرة التي مركزها وتمر بالنقطة، طبعا أنت لما بتيجي ترسم الدائرة بتبقى بالشكل ده كده تقريبا كده اهوت، وهنا اهوت أدي المركز، هو بيقول بتمر بالنقطة، ده المركز ده هو مين؟ 7 و4، ده هو اللي هو ميم. طيب وبتمر بالنقطة يعني المحيط ده كله بيقع عليه النقطة في مكان ما، نقطة 3 و1 دي بتقع على محيط الدائرة بره. يبقى أنا عايز إيه؟ نص القطر، عاوز طول نص القطر عن البعد ده، يعني عايز أجيب البعد بين المركز ده والنقطة دي بين النقطتين دول. يبقى إحنا بنقول مركز الدائرة نص قطر الدائرة بيساوي الجذر التربيعي ل 7 ناقص 3 ب 4 تربيع 16، 4 ناقص 1 ب 3 تربيع بالتسعة، يبقى بتساوي جذر 25، يعني نص القطر بتساوي 5 سنتي، هو المفروض نقول زائد او ناقص 5. هنا الجذر التربيعي بناخده، احنا مرتبطين بالجذر التربيعي اولا، ثانيا ان دي ابعاد، لكن مبدئيا هو احنا مرتبطين بالجذر التربيعي، يبقى الجذر التربيعي بتاعنا بيساوي ايه؟ 5. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول إذا كان أ ب ج د مربع إذا كان أ ب ج د مربع وكان أ و ب، فإن مساحة المربع أ ب ج د بكام؟ طبعا احنا عارفين إن مساحة المربع بتساوي طول الضلع في نفسه، فأنا هجيب طول ضلعه اللي هو أ ب، هو المربع أهو أ ب
ج د كل اضلاعه متساويه، يبقى ا ب احد اضلاعه، اربع الالف ب يديني المساحه، يبقى نقول مساحه المربع بتساوي ألف باء تربيع. خد بالك ألف باء إيه؟ تربيع. أنا ما كنت بجيب ألف باء، كنت بستخدم الجذر التربيعي، فلما هربع هشيل الجذر، نشيل الجذر ونشتغل بقى بدون جذر. يبقى تلاتة ناقص أربعة بواحد، بناقص واحد يعني نربعه، يبقى موجب واحد زائد خمسة ناقص اتنين بتلاتة تربيع، بأربعة بتسعة تلاتة تربيع، تلاتة في تلاتة بتسعة، يبقى بتساوي عشرة وحدة مربعة وحدة مربعة. يبقى إذن المربع مساحة المربع طول الضلع في نفسه يعني ألف باء تربيع. يعني ما كنت بجيب ألف باء كنت باخد الجذر التربيعي. الفرق بين السينات تربيع اللي هو تلاتة ناقص أربعة بناقص واحد تربيع، وخمسة ناقص اتنين بتلاتة تربيع بتسعة، وأنا عشان ربعت بشيل الجذر بشتغل بالشكل ده، مساحة المربع بتساوي ألف تربيع بتساوي ده. إذا كانت ألف باء جيم دال معين وكان ألف وباء فألف وباء فإن محيط المعين ألف باء جيم دال. أنا عارف إن المعين زي المربع بس زواياه ليست قائمة، يعني زيه في إيه؟ في أطوال الأضلاع، الأطوال الأربعة بتوع المعين متساوية، أطوال أضلاع المعين بإيه؟ متساوية بالشكل ده. يبقى أنا إذا جبت طول ضلع واحد المحيط بتاعه اللي هو إيه؟ بتلف على الأطوال دي كلها، يبقى طول الضلع في كام؟ في أربعة، لأنهم قد بعض. خلاص؟ يبقى محيط المعين، محيط المعين بيساوي أربعة في ألف باء، في طول ألف باء ده بيساوي أربعة. ألف باء إيه اللي هو هجيبه بيه عن طريق الجذر، سالب واحد سالب سالب تلاتة، يبقى سالب واحد موجب تلاتة، مجموعهم اتنين أربعهم يديني أربعة. اتنين في اتنين، لأن سالب واحد موجب تلاتة بموجب اتنين، موجب اتنين في موجب اتنين بأربعة. طيب مو سبعة سالب واحد يبقى ستة، ستة أربعها تدي ستة وتلاتين، بتساوي أربعة جذر أربعين. الأربعين نطلع الأربعة من تحت الجذر باتنين، فأربعة بتمانية، ويفضل تحت الجذر كام؟ عشرة. هي عشرة في أربعة، الأربعة طلعت باتنين تتضرب في أربعة تدي تمانية، يبقى باقي ليا إيه؟ العشرة دي تمانية جذر إيه؟ عشرة. هو ده آخر سؤال في الصفحة دي، ننتقل للصفحة التالية. بيقول في مستوى إحداثي متعامد، في مستوى إحداثي متعامد رقم سبعة في نفس المسألة اللي هي أكمل. في مستوى إحداثي متعامد النقطة التي تبعد عن نقطة الأصل مسافة اتنين وحدة طول، يمكن أن تكون أنا علشان أحل صح هعمل كده الإحداثيات بتاعتي بسرعة. هي المسافة دي تبعد كام؟ اتنين، الوحدة ديت باتنين، دي باتنين. طيب الاتنين دي بتبعد عن نقطة مين؟ الأصل. يعني عندي هنا نقطة فيها إحداثيين اللي هي واحدة من دول، والنقطة التانية مين؟ اللي هي الصفر، صفر وصفر نقطة الأصل. يبقى إذا البعد العمودي عندي عبارة عن إيه؟ البعد بين النقطة ونقطة الأصل عبارة عن الأول ناقص صفر تربيع والتاني ناقص صفر تربيع، هربعهم جوه الجذر يديني حاجة، أطلعها من تحت الجذر المفروض تدي اتنين، صح كده؟ يبقى أنا عايز جوه الجذر بعد التربيعات، جوه الجذر أهو بعد ما ربع وتطلع ليا باتنين، عاوز المجموع يبقى هنا كام؟ أربعة، تمام؟ يلا، واحد في واحد بواحد، ما واحد ناقص صفر تربيع بواحد، واتنين في اتنين بأربعة، يبقى المجموع كام؟ خمسة، ما ينفعش، اتنين وواحد برضو هيبقوا خمسة. طب دي صفر تربيع، صفر ناقص صفر بصفر، واتنين في اتنين ناقص صفر باتنين، اربع الاتنين تدي اربعة، يبقى هي دي تدي ايه؟ اربعة، جذرها بكام؟ باتنين، يبقى هي النقطة دي، تمام كده؟ يبقى دي النقطة اللي احنا بنتكلم عليها.
طب بعد النقطة ناقص 5 وناقص 2 عن محور الصادات يساوي عن محور الصادات. برضو الحكاية دي بتبقى عايزة تفكير شوية أو فنيات شوية. إيه هو بقول النقطة إيه؟ ناقص 5 وناقص 2، أدي ناقص 5 وناقص 2 كده، وانزل هنا 2. تبعد ده إيه؟ تبعد عن محور الصادات، البعد ده قد إيه؟ اللي هو إيه؟ هو بيقول تبعد عن الصادات، يبقى أنا مشيت كده بعيد عن الصادات بإيه؟ بالسينات اللي عندي، السينات اللي هي إيه؟ ناقص 5، ناقص إيه؟ 5، بعدت كده وقمت نازل عندي مين؟ إيه؟ الصادات، البعد الصادي، يبقى البعد اللي هي اللي بيتكلم عليه الصادي اللي هو الكام؟ ناقص 5 مش ناقص 2. حلو الكلام؟ يبقى نفهم، بس قبل ما نجاوب هنفهم ازاي تفكر في الإجابة. طيب ننتقل بعد ذلك للسؤال 9 دوت في نفس المجموعة. البعد بين النقطة 5 ذات ربيع 60، 5 ذات ربيع 60 ومحور السينات هو نفس الكلام. ادي المحاور بتاعتي هيت، ان الخمسة ديت همشي فين؟ على السينات، يبقى دي البعد عن الصادات، واطلع قد ايه؟ ظا 60 اللي هي النقطة دي، يبقى انا طلعت ظا 60 اللي هي فين؟ النقطة دي. يبقى البعد عن الصادات ده هو البعد عن السينات اللي هو ايه؟ ظا 60. طب ظا تربيع 60 بكام؟ انا بعدت البعد ده، يبقى هو البعد ده بكام بقى عندي؟ الظا تربيع 60، الظا 60 بتساوي جذر، بتساوي الجذر 3 على 2. جذر 3 على 2 نربعها، ادي 60 اهوت، ادي الظا 60 جذر 3 على 1، دي 60 هنا اهي، هنربعها هتديني 3. بعد النقطة لام وسالب 4 عن محور الصادات برضو بنفس الطريقة. يبقى أنا لما باجي أمثل النقطة ديت بمشي على محور السينات لام، أدي كده وات المحاور، بمشي كده لام أهو وأطلع فوق تنزل تحت سالب 4، عندي سالب 4، يبقى النقطة لام وسالب 4 دي بتبعد عن محور الصادات بكام؟ بلام، تبعد عن الصادات دوت بلام اللي هو البعد ده. البعد بين المستقيمين صاد ناقص 3 بتساوي صفر وصاد 2 بيساوي قد ايه؟ هتقول ان صاد بتساوي كام؟ 3، وصاد بتساوي ناقص ايه؟ 2. تعالى نمثل دي على المحاور، ادي السين وادي الصاد، عندي صاد بتلاتة، نطلع على الصاد كده عند التلاتة، وهناخد السين بكل النقط هتديني محور يوازي محور الصادات عند التلاتة فوق هنا، وعندي تحت عندي سالب 2 ننزل برضه هيديني محور قبل يقطع السينات في سالب 2 اللي هو بعده سالب 2، يبقى المسافة بين البعدين دول 3 و2 كام؟ 5. دائرة مركزها نقطة الأصل وطول نص قطرها 2 وحدة، فأي من النقط الآتية تنتمي للدائرة؟ هي نقطة الأصل المركزي، يبقى أنا عندي نقطة الأصل اللي هي إحدى النقط اللي هي 0 و0، والنقطة الأخرى واحدة من دول. أنا عايز البعد اللي هو بعد الجذر التربيعي كده، فرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع، اربعهم واجيب الجذر يديني 2 وحدة، 2 وحدة. فلو اخدت 1 ناقص 0 و2 ناقص 0 يبقى 1 تربيع و2 تربيع ب5، جذرهم مش 2. طب سالب 2 تربيع ب4 وواحد كمان ب5 برضه مش نافع. اما دي، طب شوف دي كده، جذر 3 تربيع ب3 و1 تربيع ب4، يبقى دي 3، جاز 3 ناقص 0 وربعه يبقى دي 3، و1 ناقص 0 ب1 وهو تربيع ب1 هيديني 2، 4 يعني جذرهم 2، يبقى هي النقطة ديت اللي تقع على محيط الدائرة أو
تنتمي للدائرة، يعني تنتمي للدائرة يعني تقع على محيط الدائرة. إذا كانت ألف وباء وجيم فاثبت أن باء جيم بتساوي 2 ألف باء. هنجيب طول باء جيم اللي هو الجذر التربيعي ب 1 ناقص 5 ب 4 تربيع يبقى ب 16. 1 ناقص 5 بناقص ايه؟ 4 تربيع ب 16. 2 ناقص 4 بناقص 2 تربيع بيدي 4، يبقى دي جذر كام؟ دي بقى ج بيساوي 2 في الجذر ليه ألف جيم ألف بقى. 3 ناقص 1 ب 2 تربيع ب 4. 1 ناقص 2 ب 1. 1 ناقص 2 ب ناقص 1 تربعه يدي لك 1. طيب 4 و 16 ده الطرف الأيمن اللي هو بقى جيم بتساوي جذر 16 زائد جذر 4 اللي هو جذر 20 بيساوي كام؟ ال 4 هتدي 4 في 5 ب 20، ال 4 بتطلع ب 2 جذر كام؟ 5. طيب 2 أ ب اللي هو ده يبقى 2 أ ب اللي هو بيساوي 2 جذر 4 1 ايه؟ 5. يبقى 2 أ ب بتساوي 2 جذر 5 وباء ج بتساوي 2 جذر 5، يبقى إذا الطرفان متساويان. بعد كده اثبت ان النقط دي تقع على استقامة واحدة. لما يقول لي اثبت ان النقط تقع على استقامة واحدة اعمل ايه انا؟ لما يكون عنده نقطة الف وباء وجيم على استقامة واحدة، يعني انا لو جبت الف باء طولها وباء جيم وجمعتهم مع بعض لازم يديني الف جيم، ولا مش هيبقوا على استقامة واحدة. يبقى انا المطلوب مني اعمل ايه؟ اجيب التلات ابعاد اللي هو الف باء والف جيم. يبقى انا مطلوب مني اجيب الف باء بتساوي الجذر التربيعي 4 ناقص 1 ب 3 تربيع ب 9، 3 ناقص 1 ب 2 تربيع ب 4، يبقى ده بيساوي الجذر كام؟ 9 و 4 13. تاني 4 ناقص 1 ب 3 في 3 ب 9، 3 ناقص 1 ب 2 في 2 ب 4. طيب باء جيم، باء جيم بتساوي الجذر التربيعي ل ادي باء وادي جيم، 1 ناقص ناقص بالموجب 1 يبقى 1 ناقص زائد 5 بيدي 6 تربيع ب 36، زائد 1 ناقص في ناقص بموجب 1 موجب 3 ب 4 في 4 ب 16. تاني 1 ناقص في ناقص بزائد يبقى 1 وزائد 5 ب 6 في 6 ب 36، 1 ناقص ناقص 3 يبقى 1 زائد 3 ب 4 في 4 ب 16 بيدي جذر التربيعي 6 و 6 2 و 1 1 و 2 و 3 5 جذر 2 و 50. لو قسمنا على الأربعة هيديني إيه؟ الأربعة على الأربعة فالواحد، واتناشر على الأربعة فالتلاتة يبقى 13، والأربعة هنطلعها من تحت الجذر باتنين. طيب لسه بقى عايز أجيب أ ج، أنا أجيب أ ج بتساوي الجذر التربيعي الأ ج 4 ناقص ناقص 5 يبقى زائد 5، 4 و 5 9 في 9 ب 81، 3 في ناقص في ناقص بموجب يبقى 3 ناقص في ناقص بموجب و 3 يبقى 6، 6 في 6 ب 36 بتساوي جذر تربيعي 1 و 6 7 و 2 و 3 يبقى 11 117. دي برضه هتقبل اسم على ال 13 هتبقى فيها 9، 3 في 9 في 13 ب 97، 3 في 7 9 ب 27، 1 في 9 و 2 11، يبقى ايه الكلام ده؟ بيساوي 3 جذر 13. طيب
احنا فعلا عندنا ألف جيم بتلاتة جذر 13 وألف باء بجذر 13 ودي باتنين جذر 13، نجمع ده مع ده هيبقى واحد زائد اتنين بتلاتة جذر 13 وده، يبقى نقول بما أن ألف باء زائد باء جيم بتساوي جذر 13 زائد اتنين جذر 13 بتساوي تلاتة جذر 13، ده بيساوي مين؟ بيساوي ألف جيم. يعني أنا ثبتت إن ألف باء زائد باء جيم بيساوي ألف جيم، يبقى إذن ألف وباء وجيم على استقامة واحدة. طيب نشوف بعد كده. آخر سؤال في الصفحة دي ونكمل في فيديو آخر. إذا كانت ألف وباء فيثبت أن النقطة جيم تقع على محور تماثل ألف باء. طيب أنا ما يكون عندي قطعة مستقيمة آدي قطعة مستقيمة وده محور التماثل بتاعها. بتجد لو انت خدت اي نقطة وليكن النقطة دي، بتجد طرفي القطعة المستقيمة على ابعاد متساوية من هذه النقطة كده وكده، دول بعدين اهو، البعد ده بيساوي ده، دول طرفي القطعة المستقيمة. وإذا كانت ألف وباء فاثبت أن النقطة جيم تقع على محور التماس، ده محور التماس، هنفترض إن دي جيم اللي هي تلاتة وأربعة، ودي ألف اللي هي سالب اتنين واتنين، ودي باء اللي هي واحد وسالب واحد. علشان ده يبقى محور تماثل للقطعة دي لازم البعدين دول يبقوا متساويين، دول معلوماتي حول محور التماثل. طيب يبقى احنا بقى عايزين نجيب ايه؟ الف جيم بتساوي الجذر التربيعي سالب اتنين سالب تلاتة، يبقى سالب خمسة تربيع بخمسة وعشرين، زائد اتنين سالب اربعة سالب اتنين في اتنين في سالب اتنين باربعة، يبقى ده بيساوي جذر تسعة وعشرين. طيب نجيب جيم باء أو باء جيم بتساوي الجذر التربيعي واحد ناقص تلاتة بناقص اتنين في اتنين بأربعة، ناقص اتنين في ناقص اتنين بأربعة، زائد سالب واحد سالب أربعة سالب خمسة في سالب خمسة بخمسة وعشرين، بيساوي برضو جذر تسعة وعشرين. يبقى إذا ألف جيم بتساوي باء جيم، يبقى اذا جيم تقع على محور تماثل القطعة ألف باء، وهو المطلوب. ونلتقي في الدرس التالي إن شاء الله تكملة لهذه التمارين، هنبدأ بالصفحة رقم 3 في نفس الدرس، والسلام عليكم.